تحياتي للجميع بس مباشر مفاجئ هنا نحاول نستنى كده يمكن حد يكون هيتفرج يعني عموما انا عملت ده كده مفاجئ كده لقيت نفسي زهقان مش لاقي حاجه عاملها فقلت اطلع اهلس شويه يعني لمن يرغب يعني ان هو يسمع التهليس ده استاذ كريم الانصاري اهلا بيك يا كريم واهلا بالخمسه الواتشنج مساء الخير قاعدين انتوا لاجئين على طول استاذه <applause> ماريا استاذ سومو انصاري <applause> والله مش عارف اقول لكم ايه بتحرجوني والله والله بتحرجوني بال... بال... بالاخلاق وال... والادب ده تحسون ان انا بعمل حاجه ليها لازمه تحسون ان انا يعني اللي انا بقوله ده لاي هدف في الحياه يعني عموما آه، انا ما اعتقدش ان الفيديو ده هرفعه على القناه الاصليه فخليه هنا مستخبي عايز يشوفه يبقى يشوفه يعني نزلت مني كتير طبعا علشان آه، احترم جماهيرك واحترم جمهورك وبتاع بطلت آه، بطلت اشرب سجاير قدام الناس وبتاع احترم جمهورك كلام من ده انا قلت خلاص بقى خلاص يعني نحترم الناس يعني الناس. ما وبلاش نشرب سجاير قدام الناس لما الناس بتتضايق من شرب السجاير اني anyway. <applause> النهارده ايه قررت ان انا خير اللهم اجعله يعني خير يعني في سياق الكلام على موضوع فلسفه العلم وهنتكلم كمان على فلسفه الدين ونتكلم على العلم والاديان وكلام من ده قررت كمان انا اتكلم على المنطق يعني مش هشرح المنطق نفسه ان هو توبيك مزعج جدا ومش مش وقته ولا مجاله يعني بس هتكلم عن المغالطات المنطقيه علشان تعرف لما تيجي تتكلم او لما هنيجي نتكلم على الحوار ما بين العلم والدين هيبقى مهم برضو ان احنا يعني نشوف الحوار يبقى يبقى شكله او منهجه يعني في الاستدلال يكون عقلاني ويكون ويكون صحيح وسليم يعني بقدر الامكان يعني ف خلينا نتكلم على موضوع المغالطات المنطقيه الناس بتستعمل برضو المغالطات المنطقيه عارف ان انا بحاول ان انا بقدر الامكان اتحرى الحياد مثلا مؤمنين أخبياء بيستعملوا المغالطات المنطقية ومش عارف إيه وبتاع، از ترو يعني في أوقات كتير ده, ده ده اللي بيحصل فعلا، لكن في نفس الوقت برضه حتى الناس اللي بيتحاوروا معاهم سواء كان حوار مثلا أديان يعني مثلا إسلامي مسيحي أو حوار مثلا ما بين ملحد ومؤمن مثلا أو ربوبي ومؤمن يعني مثلا برضه لما بيستعمل حتة مغالطات منطقية دي بيبقى مزودها شوية وبيبقى برضه مش حاططها في سياقها الصحيح. فخلينا نحاول إنه نفهم ايه يعني ايه مغالطه منطقيه ومؤثره ازاي يعني واسوء حاجه ايه ممكن تحصل يعني لما يكون واحد مثلا يعني وقع مثلا في مغالطه منطقيه عشان نفهم المغالطه المنطقيه يبقى خلينا نفهم الاول هو المنطق اصلا ونشوف احنا بنغلطه ازاي يعني اعتقد ان السرد الصحيح او السير الصحيح يكون يكون ماشي كده يعني. آه، ما عنديش ما عنديش نقط كتيره بصراحه ومش مرتب نقط كتيره فحاول ان انا ارتجل وانتم حاولوا ان تمسكوا نفسكم معايا يعني المنطق اللي هو بدا يتكلم فيه ارسطو آه هو آه 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 عباره عن فن او او بحث او او دراسه آه آه لاستنتاج الحقائق من المعطيات يعني انا عايز استنتج حقائق من معطيات انا عندي قدامي شويه معطيات بناء على هذه المعطيات انا عايز استنتج حقيقه ما هيش ظاهره قدامي بس بمعلوميه ما هو موجود دلوقتي عايز استنتج حاجه <applause> هتلاقي برضه دي تعريفات تانية للمنطق هتلاقي اللي هو دراسة مناهج الاستدلال العقلية الصحيحة هتلاقي هتلاقي تعريف شبه كده يعني في ويكيبيديا أو في الكتب بتاعت بتاعت الفلسفة والمنطق يعني تمام؟ فكرة تأسيس المنطق اتبنت على إنه إحنا محتاجين إن إحنا عقلياً نوصل لحقائق ثابته. وتكون هذه الحقائق الثابته لا شان لها بخلفياتنا وعقائدنا وقناعاتنا المسبقه. لو تفتكروا لما جينا اتكلمنا على المنهج العلمي كانت الفكره الرئيسيه انه ايا كان خلفيتي الدينيه او الاجتماعيه او جنسيتي او او تجربتي الشخصيه او او المعاناه اللي انا شفتها في كل الكلام ده لا يؤثر على النتيجه اللي انا هطلع بيها. الكلام ده في المنهج العلمي نفس الوضع برضه حتى لو منهج فلسفي لو منهج مش علمي لو احنا بنتكلم في افكار ما بنتكلمش في تجارب ما بنتكلمش في ظواهر كونيه لو احنا عمالين بنفكر مع بعض وبنحاول ان احنا نقيم افكار معينه ونحاول ان احنا نشوف قيمه الصواب والخطا بتاعها هل الفكره دي صح الفكره دي غلط النتيجه اللي انا وصلت لها دي صح النتيجه اللي انا وصلت لها دي غلط علشان برضه نوصل ل ل لحاجه موثوق فيها توصل للنتيجه الى حد ما موثوق فيها يبقى لازم بقدر الامكان احيد كل حاجه تاثر على الاستنتاج بتاعي. احيد اي تجربه شخصيه او قناعه ذاتيه او او تاريخي او جنسيتي او انتمائاتي او ديني او اي حاجه ممكن تاثر على النتيجه. فنعمل ده ازاي؟ فقال خلاص زي ما احنا عملنا منهج علمي او طبعا هو كان قبل الكلام ده بكتير يعني بس زي زي المنهج العلمي احنا برضه محتاجين ان احنا يكون عندنا نمط كده في الاستدلال منهج كده في الاستدلال يكون مبني على استدلال عقلي مشترك انساني مشترك ما بين كل الناس يعني لا شان له بخلفيات الناس لما اجي اقول لك فكره واستنتج لك من الفكره دي حقيقه ايا كان انت خلفيتك ايه المفروض ما تختلفش معايا مع هذه الحقيقه تمام؟ الكلام ده بيتبني يعني البناء المنطقي لاي لاي استنتاج بيتكون مما نسميه الارجيومنت لوجيكال ارجيومنت اللي هو غالبا اسمها الحجه المنطقيه او الاستنتاج المنطقي مش عارف انت على حسب انت بتقرا من انهي كتاب او انهي ترجمه يعني والحجة الحجه المنطقيه فالارجيومنت اللي هي الحجه ماشي وظيفه الاستنتاج ده او الحجه المنطقيه دي ان انا انشئ في دماغك او في قناعاتك حقيقه ما أو إن أنا أزعزع ثقتك في حقيقة ما عندك أو في قناعة ما عندك، عندنا يعني الحجة البرهانية، الحجة الاستدلالية، التقسيمات دي كتيرة بس أنا إيه مش هوجع دماغكم بيها يعني أنتوا عارفين إن المنطق ده يعني موضوع ضخم جدا يعني. وزي ما قلنا في الـ في الاستنتاج أو في الـ في, الـ في, الـ في المنهج العلمي احنا كنا قلنا عندنا نوعين من المنطق لو تذكروا يعني هفكركم بيهم بسرعة يعني. قلنا عندنا المنطق الاستنباطي اللي هو الديدكتيف لوجيك او ديدكتيف ارجيومنت وعندنا المنطق الص... المنطق الاستقرائي اللي هو الاندكتيف ارجيومنت وقلنا انه المنطق الاستنباطي ده اللي احنا بنستعمله في بيان قيمه مطلقه للصواب او الخطا لعباره ما من... عندي عباره جمله عندي جمله يعني مثلا الجمله دي انا هثبت لك 100% هي صح او 100% هي غلط ما فيش فيها احتمالات يعني ما فيش فيها مجال للتفكير يعني ده المنطق الاستنباطي ازاي بيحصل الكلام ده هديك شويه مقدمات المقدمات دي صح في ذاتها هي ضروري صح او اثبت لك ان هي صح ونتفق احنا الاثنين ان هي صح وبناء على المقدمات اللي انا اديتها لك دي هنستنتج احنا كلنا مع بعض استنتاج هو بالضروره صح فيبقى الاستنتاج بالضروره صح علشان المقدمات صح وما نختلفش عليها يعني مش هيبقى في مجال للاختلاف مثال على ذلك كل العزاب غير متزوجين جرجس غير متزوج إذا جرجس أعزب كل العزاب غير متزوجين دي مقدمة جرجس غير متزوج دي مقدمة الاثنين دول صح في ذاتهم ليه ليه صح في ذاتهم يعني كل العزاب غير متزوجين دي صح علشان تعريف <applause> احنا عرفنا العازب بأن هو الشخص الراجل اللي هو مش متجوز مش عارف في حاجة عندي غلط في البس صوتي واطي حاجة صح ولا غلط في صوت اه مشكلة كانت عندنا طب اكدوا لنا اخوانا على البث صوتنا انا كده كويس ولا محتاج اعليه شوية ولا ايه تمام اوكي علي علي الصوت عندك يا عم بسام بس لو عليت المايك اكتر من كده هدوشكم فعلي صوت عندك احسن يعني كده جرب بس. عليت لك المايك شويه عم بس ما عشان خاطرك. اوكي. طيب احنا احنا قلنا انه اه 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 كل العزاب غير متزوجين ده تعريف ما فيهوش اختلاف يعني قصدي احنا احنا عرفنا كل الناس الرجاله اللي مش متجوزين عرفناهم ان هم عزاب. جرجس غير متزوج دي حقيقه سهله تاقل منها جرجس انت بتجوزها يقول لك لا انا مش بتجوز خلاص سهله يعني تمام اذا جرجس اعزب دي كده اسمها او ده كده اسمه منطق استنباطي دي ما فيش فيها اختلاف يعني ما حدش هيختلف معاك في حاجه زي كده المنطق الاستقرائي مختلف شويه المنطق الاستقرائي انا بفشل في ان انا اثبت صحه المقدمات بشكل كلي يعني كليا مش هقدر اقول لك ان هي صح 100% بس جزئيا اقدر جزئيا اقدر اثبت لك ان ان المقدمات صح او مقدمه من المقدمات صح واستقرئ النتيجه استقرئ صحه النتيجه مؤقتا لغايه ما يثبت خطا في المقدمات وده اللي بيعتمد عليه العلم زي ما احنا اتفقنا يعني افتكر في حلقه فلسفه العلم وقلنا مثلا ادينا مثال اللي هو مثلا بتاع المعادن قلنا ان كل المعادن اللي احنا شفناها تتمدد بالحراره الجمله دي صح في ذاتها لان كل المعادن اللي انا شفتها تتمدد بالحراره اوكي النحاس معدن دي جمله صح في نحاس معدن بنطبق عليه تعريف المعدن تمام اذا النحاس يتمدد بالحراره المشكله هنا فين المشكله هنا ان انا أه أه انا ما شفتش كل النحاس اللي موجود في الدنيا فانا بنيت الاستقراء بتاعي بتاعي على كل اللي احنا شفناه وكل اللي الناس شافته مؤقتا هذا صحيح الى ان يثبت العكس الى ان يثبت خطا احد المقدمات او كل المقدمات تمام كده ماشي بيسموه بيسموه استقراء جزئي لان انا انتقلت من من الجزء للكل. طيب ده المنطق. ده ببساطه يعني <applause> احنا اختزلنا طبعا من مئات الساعات من دراسه المنطق يعني لكن ايه ده ده كده المنطق بمنتهى البساطه عندي منطق استنباطي ومنطق استقراء عندي مقدمات بتؤدي الى نتائج سهله قوي. مقدمات بثبت ان هي صح بتؤدي الى نتائج. ايه بقى المغالطات المنطقيه دي؟ الحقيقه انه المغالطات المنطقيه هي عباره عن شوائب بتدخل على هذا البناء المنطقي اللي هو مقدمات بتؤدي الى نتيجه بيحصل ان في تداخل في شوائب بتخش بتبوظ البناء المنطقي حتى لو لم يبدو عليه ذلك. يعني تبص كده على بناء منطقي معين تحس ان هو كويس تحس ان هو سليم ما فيهوش اي مشكله. لكن تبقى في شويه يعني اغلفه كده تبقى في شويه تداخلات التدخلات دي تفسد هذا البناء المنطقي، وبالتالي تبقى النتيجه اللي طلعت من المقدمات غير موثوق فيها. تعال ناخد مثال على ذلك. انا طبعا ايه الامثله هنا مهمه جدا جدا ولذلك انا تعمدت ان انا اجيب امثله ثابته يعني ما اخترهاش حاجه من دماغي على اساس ان احنا ما نبقاش ما نبقاش بنتكلم اي كلام وبتكلم واضح يعني. هديك مثال. مثال مثلا عمار يعيش في عماره كبيره. ماشي؟ إذا عمار يعيش في شقة كبيرة. ماشي؟ دي مقدمة أدت إلى نتيجة. البناء المنطقي ده غلط. صح؟ ليه؟ لأن فيش ربط ما بين أن يكون إن العمارة اللي عمار عايش فيها كبيرة وما بين أنه الشقة اللي هو عايش فيها تبقى كبيرة. فده اسمه إيه؟ البناء شكله منطقي. بما أن إذا صوريا شكله منطقي لكن الاستنتاج فاسد تمام؟ أعديك مثال تاني صالح بيقول يجب أن نزيد ميزانية التعليم والصحة رد عليه مازن قال له أستغرب من كره صالح للوطن لدرجة استعداده لترك الوطن بدون أي دفاع بتقليصه لميزانية الجيش يعني واحد بيقول للتاني إيه إحنا محتاجين إن إحنا ناخد شوية من من الميزانية بتاعت الجيش دي نحطها في التعليم والصحة فالتاني يقول له انت انت كده كاره للوطن وكاره ان احنا نبقى اقوياء ومش عارف ايه عشان كده عايز تقتص من ميزانيه الجيش استنتج هو حاجه اهو تبدو منطقيه كلامه يبدو منطقي لكن ده آآ آآ شكل فاسد من الاستنتاج المنطقي طبعا انا هشرح ليه يعني هنتكلم على انواع ونشرح ليه ونشرح اقسام المغالطات المنطقيه وبتاع بس عشان ايه نوريك شكل البناء ان هو بيبدو منطقي كان في مثال ظريف تاني آآ 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 مثلا ان انا اقول ايه آه الهروب آه من الجبن والجبن يصنع من اللبن اذا الهروب يصنع من اللبن شكله استنتاج منطقي برضو لكن ده منطقيا استنتاج فاسد فمش كل حاجه بنائها يبدو على ان هو argument يبدو على ان هو بناء منطقي نقبل النتيجه بتاعته ونسلم لها مباشره. تمام؟ طيب, طيب، تعالى ناخد امثله يعني ايه انواع المغالطات المنطقيه دي وازاي اقفشها؟ اول مثال هو المثال اللي احنا ضربناه من شويه ده اللي هو في مثال اسمه او مغالطه اسمها مغالطه عدم الترابط. عدم الترابط او اللي بيسموه النون سيكويتير أرجيومنت uh, اللي هو إنك أنت تستنتج حاجة من من حاجة تانية ولكن ما يكونش فيه ربط ما بين الحاجة اللي أنت استنتجتها والمقدمة الصحيحة. تمام؟ فاللي زي مثلا عمار يعيش في عمارة كبيرة، إذا عمار يعيش في شقة كبيرة. أه عمار يعيش في عمارة كبيرة دي حقيقة لكن اللي أنت استنتجته مش صح. لما تقول مثلا آه آه مصر دولة عربية، إذا السمك يعيش في الماء. فيش علاقة هو هو فعلا على فكرة مصر دولة عظيمة اه ماشي لكن السمك يعيش في الماء ايه علاقة ده بالموضوع؟ فما ينفعش تيجي تقول لي طب تقدر تنكر ان عمار بيعيش في عمارة كبيرة؟ لا انا ما انكرتش ان عمار بيعيش في عمارة كبيرة ولما اجي انفي لا يصح ان انا انفي الاثنين طبعا في الاثبات والنفي في, في المنطق دي قصة كبيرة كده ملهاش لازمة بس خلينا نتكلم يعني اللي هو ايه طب انفي الجملة دي ازاي؟ ان في جمله عمار يعيش في عماره كبيره اذا عمار يعيش شقه كبيره ينفع في الاثنين مع بعض لا ما ينفعش في الاثنين مع بعض ان ما فيش ترابط لو كان, فيه كان في ترابط كان ينفع في ان في الاثنين مع بعض حاجه تانية مثلا اللي هي رجل القش طبعا كلكم عارفينها بقى اللي هي احنا لسه كنا قايلينها من شويه اللي هي ان انا اسيب الجمله الاصليه اسيب العباره الاصليه اسيب الموضوع الاصلي اللي احنا بنتكلم فيه وافتعل موضوع تاني اهاجمه ده بيسموه رجل القش اللي هو انه اسيب اللي صالح كان بيتكلم فيه بتاع الميزانيه ان احنا عايزين نزود ميزانيه الصحه والتعليم وافتعل حاجه ما حصلتش افتعل ادعاء ما تقالش افتعل فرض ما حدش قاله وهاجم هذا الفرض تمام آه دينا خلينا ديك اديك امثله عليها واحد بيقول انا علماني أه أه بحب العلمانية لأن العلمانية تتيح أه 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 حرية الأفراد من حق أي واحد أن هو يؤمن بما يشاء تتيح الحرية للجميع فواحد تاني يقول لي يعني أنت موافق أن حد يرسم صور مسيئة للنبي يعني أنت موافق أن, إن, أي حد يروح يقتل أي حد تاني أنا لو قلت ده ولا قلت ده أنت افترضت حاجة وهاجمتها وهجمت هاجمتها افترضت ان انا قلت حاجه وهاجمتني بناء على حاجه انا ما قلتهاش اصلا فده اسمه اا, آآ رجل القش هنحاول نخلي الامثله بقدر الامكان مثال عام ومثال من الحوار بتاع الدين العلماني المادي ال كده يعني حتى الان الدنيا اوكي ولا حد عنده اي اسئله <applause> طيب نيجي لمغالطه تانية طبعا انا انا هقول تعريف عام على كل ال او مش تعريف اسف تعليق عام على الموضوع المغالطات دوت قريبا يعني. <applause> في مغالطه تانية اللي هي مثلا ابيل ابيل تو اوثورتي او ابيل تو باور او الاحتكام للقوه او الاحتكام للسلطه. الاحتكام للسلطه ان انا ايه اخوفك بحاجه او 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 ارهبك بحاجه حاجه زي مثلا ايه مش شرط يكون خوفك يعني بعصايه يعني هو ممكن يعني انا اقول لك ايه انت لازم تؤمن ليه عشان لو ما عملتش تخش النار فده اسمه ابيل تو باور او ابيل تو اوثوريتي في حاجه تانية برضو ان انا اقول لك ايه <applause> تطور غلط على فكره ليه يا عم تطور غلط عشان فضلت الشيخ الدكتور فلان الفلاني نبيل العوضي فضلت الشيخ الدكتور فلان الفلاني قال ان التطور غلط وده راجل دارس تطور دارس التطور ده اسمه ابيل تو اوكي فده غلط في الناحيتين يعني ولا التطور صح عشان ريتشارد دوكنز قال ان التطور صح ولا التطور غلط علشان فضلت الدكتور نبيل العواضي قال ان التطور غلط لا ده ولا ده لا الملحد ينفع يروح يقول فلان الفلاني قال كذا 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 ولا المؤمن ينفع يقول فلان الفلاني قال كذا كذا دي ابحاث وعلم وبتاعه في مجتمع علمي هو اللي بيحكم في الموضوع ده فالاثنين غلط الاثنين غلط واحد تاني يقول انت كملحد انت المفروض من الجملة الشهيرة يعني ما عندكش مانع الحادي من ابادة كل العالم يعني ايه ما عنديش مانع الحادي من ابادة كل العالم انت كملحد المفروض ما تتضايقش انك انت تنكح اختك ليه يا عم الحاج المفروض ان انا ما اتضايقش عشان ان انا انكح اختي علشان لورنس كراوس قال ان هو وهو ملحد هو اشهر ما ملحد شرس اشهر الملاحده فرسان المعبد الحادي قال انه ان هو ما عندوش مانع الحادي إن, ان ان الاخ ينجح اخته. طب ما انا قاعدين امه. انا مالي وماله؟ وعشان لورانس كراوس ده ملحد وقال كده يبقى الالحاد بيقول كده ده في حد ذاته مغالطه ثانيه اصلا. ف دي اسمها الابيل تو اوثورتي. لا مفيش فيش اوثورتي في الـ في, الـ في الموضوع. اوكي؟ آه في مغالطه ثانيه اللي هي آه آه مغالطه السببيه. مغالطه السببيه والتناسب مش عارف اسمها اللي هي الكوزيشن ال 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 <applause> كورليشن <applause> انا مش عارف بصراحه مع العربي معلش اعذروني بس انا هقول لكم مثال هتفهموا يعني أه حاجه حاجتين دايما كانوا مترافقين فاحنا نقفز الى نتيجه انه واحده تبقى سبب الثانيه مثال على فكره الدعاء أه بيجيب نتيجه اه عرفت ازاي ان الدعاء بيجيب نتيجه أه دعيت ربنا في صلاتي والدنيا مطرت ايه ما يعني حتى لو كل يوم بتدعي ولما بتدعي الدنيا بتمطر ده مش دليل على ان ده سبب لده فده يعني طالما حصل بعديه يبقى هو السبب فيه لا دي دي دي, دي مغالطه منطقيه في حاجه مهمه هقولها هقولها في اخر الكلام ده عشان برضو للانصاف يعني يعني انتظروا بس انا بديكم عمال مجرد امثله بس لشكل ازاي البناء المنطقي ممكن يهدم ممكن ممكن يفسد يعني في في مغالطه ثانيه اللي هي اسمها الفولس دايكوتومي اللي هو التقسيم الخاطئ اللي هو ايه مثلا انت يا اما معايا يا اما مع الارهابيين البتاعه دي لونها ابيض ولا 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 اسود احيانا بيسموها برضو المازق المفتعل بطلت تضرب امك ولا لسه بتضربها اي لو قلت اه مشكله لو قلت لا مشكله فان انا احط احطك في موقف يبدو فيه انه ما فيش غير اختيارين يا تختار ده يا تختار ده والاثنين وحشين فده اسمه التقسيم الخاطئ ليه مجاز يكون فيه في احتمال ثالث مجاز يكون فيه 500000 احتمال تاني ايه المشكله يعني ف... فده المازق المفتعل او الفولس دايكوتومي او التقسيم الخاطئ ده برضو من الحاجات ال, ال... ال... أسوأ الحاجات اللي بت... بت بتميز حوارات ما بين المسلمين والملحدين والمسيحيين يكون مثال تاني مثلا في مغالطة اسمها مغالطة المغالطة أو <applause> أو الفلسي فلس يعني زي ما بيسموها اللي هي أستنى أديك حاول أديك مثال صح ما أعتقدش إن المثال ده صح كده مثال صح مغالطة مغالطة المغالطة كان المفروض إني أحضرك أحسن من كده أنا آسف عموما يا جماعة آه، الإسلام دين صحيح عشان الكون ما ينفعش يكون جه من عدمه. مثلاً. لاحظ إن في كل اللي أنا بقوله ده في كل اللي أنا بقوله إحنا بنركز في إنه ما ينفعش أنط من النتائج للحقيقة. لو لقيت إن أنا فشلت في القفز من النتيجة لل لل أنا آسف. مش لو لقيت إن أنا فشلت في القفز من المقدمة لنتائج هذه هي المغالطه المنطقيه في الاستدلال المنطقي عوار في البناء المنطقي خليني مش عارف اتنقل من المقدمه للنتيجه ولو بدا عكس ذلك ولو بدا ان ان انا اقدر ان انا اعمل كده لكن الحقيقه لا فناخد مثال تاني طبعا في من الحاجات المشهوره جدا طبعا في, في كل الحوارات المسيحيه الاسلاميه الحاديه اللي هي الابيل تو ايموشن اللي هو استجداء المشاعر او استجداء العواطف اللي هو يسوع بيحبك ومات عشانك ايه الدليل ان هو ربنا؟ يسوع بيحبك ومات عشانك يا عم ايه الدليل ان هو ربنا؟ هو لو ما كانش ربنا ما كانش مات عشانك يا عم يعني الحاج ايه الدليل ان هو ربنا؟ ده ده خد ده شال خطاياك ده 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 اتصلب علشانك ده خد الحرب في جنبه وانت هتخش من الحرب ديت للملكوت على عيني وراسي والله بس ايه الدليل ان هو وطبعا نفسه برضه موجود انا احيانا بدي امثله كده وامثله كده بس عشان الناس بت... ما... ما تفهمش يعني ان في آ... تعصب في اتجاه معين يعني وليه... وليه انا بضرب امثله دينيه اكتر اكتر حاجه لمجرد بس ان هو ده الحوار اللي احنا ب... ب... بنتكلم فيه عموما يعني لكن في امثله ثانيه يعني مثلا ايه آ... الامثله كلها هبلة بصراحة يعني خلينا في الامثلة اللي احنا نعرف ان احنا نرد عليها يعني. في مغالطة ثانية اسمها البردن اوف بروف ودي برضه مشهورة جدا. اللي هي عبء الإثبات. اللي هو ربنا موجود، طب إثبت لي إن ربنا مش موجود. اللي بيدعي حاجة هو اللي بيثبتها. طب ماشي أهو، أنت إدعيت إن ربنا مش موجود، إثبت إن ربنا مش موجود. لا مش كده بقى، هي ما بتجيش كده. هي بتيجي انه الاصل ايه؟ يعني انا انا بعرف إيه ان حاجه موجوده شايفها سامعها حاسسها دي طبيعه البشر هذا ما نشا عليه البشر. انت بتدعي حاجه لم يالفها البشر. فلما تدعي حاجه غير مالوفه يبقى انت اللي عليك الاثبات حتى لو انا اللي نفيت. تمام؟ فدي من الحاجات اللي مشهوره برضو يعني اللي هي عبء الاثبات. الاثبات بيقع عبئه على من يدعي شيء لم يالفه البشر او لا يثبت بالطرق المالوفه ده ده المقصود يعني طيب اه ايه تاني الشخصنه طبعا ما فيش اكتر منها خالص يعني الاد منهم آه اكتر من هذه الموضوع ده اه الالحاد غلط ليه يا عم الالحاد غلط بولبوت قتل 25 مليون كمبودي ماوسي تونج قتل 20 مليون صيني ستالين الملحد قتل 30 مليون واحد. ده شكل من ده شكل من اشكال يعني عشان هو وحش يبقى افكاره وحشه؟ طب عشان هو وحش يبقى هو دكتور فاشل؟ طب عشان هو ما بيعرفش يلعب بلياردو يبقى هو كيميائي فاشل؟ مثلا؟ ف موضوع اللي هو شخصنا تصميم البئر دي, 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 كلها اشكال من اشكال المغالطات المنطقيه كوريا الشماليه دوله ملحده وديك شايف كوريا الشماليه عامله ايه يبقى كده لو اي دوله ملحده هتبوظ الموضوع دي شكل من اشكال الشخصنه يا عم العلمانيه كويسه ومش عارف ايه وبتاع اخر واحد يتكلم عن صلاح المجتمع هو انت يا كافر يا زنديق يا سكير يا زاني يا مش عارف ايه وبتاع. ايه علاقه كوني كافر وزنديق وسكير وزاني ومش عارف ايه بان انا عمال بقول فكره لي علاقه بالمجتمع هي نفس الفكره بالظبط يعني يعني هل كوني انا مثلا كافر ده علاقه بكوني دكتور كويس مثلا ده علاقه بكوني مهندس شاطر لا عادي انا ممكن اكون سكير وعربيد ومش عارف ايه وبتاع واكون دكتور كويس ما دعوه دي ما دعوه بدي استفدت ايه لما انت شخصنت وشتمتني انا ما اثبتش حاجه كل ما هنالك انك انت جيشت المشاعر ضدي جيشت تعواطف الناس ضدي علشان ما يقبلوش مني اي حاجه نفسيا وعاطفيا مش عقليا. وده اللي احنا بنتكلم عليه. ان الناس هتبدا ما تقبلش مني كلام لانها كرهاني مش علشان اللي انا بقوله صح او غلط. دي فكره المغالطات المنطقيه. وفكره المنطق في الاول ان احنا نقبل الكلام ونحلله عقليا بغض النظر عن اي قناعات مسبقه لا على الشخص ولا على ما يتبناه من افكار ولا على ممارساته في الحياه ولا اي حاجه. اللي انا اقوله ينفع ان هو يثبت عقليا او يفند عقليا بغض النظر عن مشاعرك ناحيتي بغض النظر عن ارائك في حاجات تانية وممكن تكون انت على فكره رافض كل افكاري بس في فكره واحده فيهم من انت قابلها مني لو احنا اتبعنا منهج ال ال الاستدلال العلمي الصحيح يعني او مش عين الناس في العقل العقل الصحيح يعني في حاجه تانية آه اللي هي مغلطه في مغلطه ظريفه جدا كمان يعني اسمها مغالطه طبعا الاحتكام الاغلبيه دي برضو من الحاجات المشهوره جدا جدا اللي هو مسلم بيكلم ملحد مثلا ولا بتاع يقول يعني عايز تفهمني مثلا ان إن.. أربعة خمسة مليار بني ادم بيؤمنوا بوجود اله كلهم اغبياء وانت بس اللي ذكي برضه ما هواش كده الاحتكام للاغلبيه لا يصلح كاستدلال عقلي او منهج عقلي للاستدلال ايه تاني برضو من اشهر الحاجات اللي بيستعملوها المؤمنين والملحدين الاستدلال الدائري الاستدلال الدائري او السيركلر ريزنينج اللي هو ايه الكتاب المقدس صحيح علشان في ايات بتقول ان هو صح ايه يا عم دليلك ان يسوع اللي هو بيحبني وقت علشان يبقى ماشي ايه دليلك ان هو ربنا يوحنا 14 6 هو قال انا هو الطريق والحق والحياه شفت واحد تاني قال انا الطريق والحق والحياه طب ايه دليل ان ان, إن هو قال كده؟ الكتاب اللي موجود معايا ايوه مين كتب الكتاب ده؟ هو ده اسمه الاستدلال الدائري ايه دليلك ان القران صح؟ ربنا قايل ان القران صح؟ قايل فين؟ في الكتاب طب الكتاب ده من عند مين؟ من عند ربنا <applause> عرفت منين؟ ان هو اللي كتبه هو كاتب ان انا اللي كاتب الكتاب ده ده اسمه الاستدلال ايه الدائري ايه تاني ايه تاني ايه تاني ايه تاني آه في بقى برضه من الحاجات الظريفة جدا بقى دي اللي بيستعملها المسيحيين بالذات بقى اللي هي مغالطة ليس اسكتلندياً حقيقيا هي مغالطة اسمها كده يعني هي مغالطة مشهورة يعني اللي هي إيه؟ المسيحيين كويس كويسين وعمرهم ما بيقتلوا حد عمرك ما تشوف واحد مسيحي يقتل حد أيوه بس أنا شفت مسيحي اسمه اسمه رودولف إيريك رودولف ده مسيحي وقتل ناس رودولف ده مش ممكن يكون مسيحي حقيقي لو عرف يسوع عرف مسيحي حتى لو قال على نفسه إنه مسيحي ده مسيحي بالاسم لو كان عرف شا... ايه اللي عمل الرب يسوع على, على الصليب وكان مسيحي بجد واتملى من الروح القدس كان مستحيل يقتل حد. هات لي اي واحد تاني بقى مسيح بقى، هات لي اي واحد مسيحي مسيح قتل. طب فلان الفلان مسيحي وقتل، ده مش مسيحي حقيقي. تمام؟ وفي مغالطه كمان اسمها مغالطه الاستثناء اعتقد ما مش فاكر اسمها ايه او الـ 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 الاحتجاج بالاستثناء او حاجه زي كده يعني اللي هو ايه ديك مثال من دماغي اه اعجاز العلمي ربنا قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه لا اعجاز علمي اكتشف العلماء ان فوق البعوضه حشره كان مين بقى شاف الكلام ده قبل كده كان النبي شافه لا في حد ساعتها العلم كان اكتشفه لا هو اكتشف العلم ان هو دلوقتي ادي آه يا عم الاعجاز العلمي اقول لك طيب ماشي طب هو في القران برضه مكتوب انه الـ 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 النجوم رجوما للشياطين وان النجوم ممكن تقع على الارض ايه العلم في كده؟ حكا. يا غبي يا غبي ده بلاغه ده 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 مجرد بلاغه ولغه عربيه وادب ومجاز طب مش معنى دي اعجاز علمي ودي مجاز؟ ده اسمه الاستثناء دي مقاطعة الاستثناء آه، ايه تاني؟ اه في مغالطه برضه ظريفه جدا آه، ودي مهمه برضه اللي هي ايه؟ افتكر اسمها دي ايه عشان بنساها. اه مغالطه طبعا اللي هي تيكوك اللي هي وانت ايضا كذلك اللي هي ايه؟ عندكم في القران يا مسلمين يا جهله ربنا بيقول اقتلوا وقاتلوا ومش عارف ايه وبتاع وكده. فيجي المسلم يقول له طب ما انت عندك في العهد القديم كذا 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 كذا. هنا ماشي وهنا ماشي بس انت انت كده يعني ماشي عم انا وحش فانت بتقول له يعني ان انا وحش وانت كمان وحش بس انت كده ما نفدش حاجه فده اسمه اللي هي ملطه وانت, وانت ايضا كذلك او اللي هي المشهوره طبعا اللي هو يعني واحد راح داخل يكشف عند الدكتور وبيقول له انا عندي كذا 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 يقول له بطل تدخين طب ما انت بتدخن يا عم انت مالك ومالي انا وانا عشان انا بعمل حاجه يبقى انا بعمل كل حاجه, حاجة صح في الدنيا في اللي هو الاحتكام للجهل اللي هي انه بما ان انا مش عارف يبقى الاجابه كذا بما ان انا ما اعرفش يعني تيجي تتكلم بقى ايه في تطور ومش عارف ايه وبتاع وكده والناس اتطورت وكده طب قول لي بقى الخليه الاولى جت منين قول لي بقى الخليه الاولى جت منين ما اعرفش الخليه الاولى جت منين في فرضيات بس ما بيش اي حاجه يعني ينفع اه تعرفش الخليه الاولى جت منين يبقى ربنا هو اللي عملها الهي هو اللي عملها طالما ما تعرفش الخليه مثال تاني برضو آه. بلاش مثال تاني مثلا اللي هو ايه اللي آه. آه. انا في مغلطه بحاول ان انا خلاص انا ايه عم الحاج اسمها ايه اسمها ايه اه في مغالطه التوسل بالتجربه الشخصيه دي برضو مشكله كبيره خد بالك التجربه الشخصيه دي مش مش شرط اكون انا يعني مش مثلا ايه الدليل على ان يسوع هو الاله الحقيقي جالي امبارح في المنام شفته انا شفته انا كلمته شفته وكلمته ورد عليا ماشي بس دي ما تنفعش في الاستدلال العقلي ما ينفعش نبني بيها استدلال عقلي شفته وشفت الصوره بتنزل زيت وكلمك وبتاع وحسيت بالروح القدس وهو بيخش جواك انا ما عنديش مشكله في كل ده بس ده ما ينفعش في الاستدلال العقلي ما ينفعش تجيب ما بيننا كده تقنع تقنع حد بيه تجربه شخصيه احتفظ بيها لنفسك نفس الوضع برضو آه يعني آه إيه, ايه الدليل على على صدق مثلا آه نبوه النبي موسى آه شاف آه آه ربنا كلمه في في.. في الـ في جبل طول كلمه من من العليقه ايوه انت مش عارف ان هو كلمه هو قال لي ان هو كلمه طب ايه يعني قال لك طب الفرد كان بيكذب عليك لا 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 لا, لا. موسى يكذب يا نهار ابيض يا خرابي ده انا ابويا يكذب ده انا كذب ابويا وما كذبش موسى ده موسى ده لو تعرف الموقف اللي عملها معايا الراجل ده والله العظيم راجل يعني سكره سكره العيبه ما تطلعش منه ما فيش كلمه غلط تطلع من بقه مستحيل مستحيل موسى قال ان هو شافه يبقى شافه خلاص ماشي بس برضو ده ما ينفعش في الاستدلال العقلي ولا ولا, ولا 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 ولا, في المنطق كلية دي شخصيه على فكره سواء انت اللي جربتها او حد جربها وحكى لك كلية دي تجارب شخصيه ما ملهاش علاقه بحاجه يعني اه ايه تاني اه في الجيناتك فالسي دي مهمه جدا برضه اللي هي الحكم على المصدر الحكم على المصدر دي الى حد ما شبه برضو شبه تصميم البئر يعني فيها برضو من الشخصية مثلا خلينا نتاكد بس من سيه. لا الكلام ده مش صح، أنا هحاول أفتكر مثال تاني، كان بحاول أقرأ مثال بس المثال ده مش صح على المغالطة، خد بالك إن المغالطات عشان كتيرة جدا جدا في أحيانا نفس المثال أو نفس البناء المنطقي ي... ي... تطلع منه أكتر من مغالطة، وينفع وينفع المغالطة تنفع تمشي في أكتر من اتجاه يعني، فده ده وارد برضو يعني. آه... إيه تاني؟ إيه تاني؟ استخدام السلطة، التعميم، آه... بناء المصدر، آه... أسود وأبيض، التوسل آه... بالتجربة الشخصية، سؤال الملغوم. الرد على النقد بنقد الشخصنه اه الانزلاق للنتائج برضه الانزلاق للنتائج دي آه، دي برضه مهمه اللي هي ان انت ايه انا 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 بقترح عليك سين انت اوتوماتيكلي اكتشفت ان سين هتؤدي الى صاد فيعني مثلا ايه آه، احنا احنا لازم آه، لازم يكون في مثلا حريه آه، راي او آه، او نقد اه يعني عايز الناس تنكح البهائم بقى في الشارع انا مش كده إنت،, انت انت اللي توصلت لده انا انا ما اقترحتش كده خالص أنا بقول حرية نقده كان قصدي حاجة معينة، أن الناس كل واحد يتكلم بحرية ومش عارف إيه وبتاع، أه أنت عايز الإباحة بقى والسفالة بقى والناس تتكلم وتشتم ومش عارف إيه بنتقد مثلا عيل صغير مثلا أو بنت صغيرة مثلا ملبسة انقاب بتاع ده خمس ست سنين ملبسة انقاب مثلا يعني. يا جماعة ده يعني ده ده غلط، ده اغتيال للطفولة. ده مش الصح اللي انتوا بتعملوه ده انتم بتوصلوا رسائل لكل الناس بطريقه غلط يعني بتوصلها رساله انك انت حته لحمه وان مش عارف ايه والناس كده يعني فيعني مش عايز كده في القصه دي قصدي يعني بقول ان ده غلط يعني اه انت عايز ترقص بقى انت عايز نعلمها الرقص بقى وبتاع وتمشي عريانه في الشارع لا يا عم انا مش عايز كده هو يا ده يا ده ما اكيد في سبيكترم يعني ما بين الشمال خالص قوي ده وما بين اليمين آه خالص قوي ده ليه دايما عايز تنط في النقطة دي على طول؟ دي برضو مغالطات في في الكلام يعني ااا آه آه, آه. سؤال المنظوم توصل الاستثناء تشكيك من خلال اه اللي هي دي تشكيك من خلال صعوبه الفهم دي برضو مهمه جدا اللي هي ايه آه. مش فاكر اسمها انا مش فاكر حتى اسمها بالانجليزي انا آه. كان اسمها ايه ادور لكم عليها كده اسمها ايه؟ اسمها ايه يا عم الحاج؟ اسمها ايه؟ نو. اني واي يعني التوسل بعدم الفهم ديت او التشكيك بسبب عدم الفهم ديت اللي هي ايه؟ ايه نتكلم مثلا تطور يا عم نظريه مش عارف ايه والناس بتعتمد عليها دلوقتي وشغاله والكلام دوت ويبدو ان هي احسن التفسيرات اللي موجوده دلوقتي. تمام؟ ازاي يعني الانسان كان اصله جلد؟ لا هو مش مش اصل القرد يعني هو القرد دي سلف مشترك يعني ازاي يعني مش قادر اقتنع مش مش لا لا مش مقتنع مش مقتنع فانت مش مقتنع عشان مش فاهم ده ده مش معناه ان هو غلط فيعني الانسان ما ينفعش يكون ليه سلف مشترك مع القرد لانه لا يعقل ان يكون الانسان له سلف مشترك مع القرد ده مو غلطه منطقيه انك انت ما اعتمدتش على حاجه في البناء المنطقي انت اعتمدت على انك انت مش فاهم اعتمدت على ان انت مش مقتنع اعتمدت على ان انت مش قادر تقبل الموضوع ده والكلام ده على فكره بيمشي على الاثنين يعني حته مثلا برضه لما مؤمن يكلم ملحد ويقول له في اله ومش عارف ايه انا مش قادر اقتنع ان في اله خلقكم ماشي يا يعني. عم مش قادر اقتنع خلاص بس ده ده مش معناه ان هو ما حصلش وده مش معناه انه ان المقدمه غلط دلوقتي هنا يا جماعه دي كانت مجرد امثله طبعا في مجالات منطقيه كتير جدا وسيبكم من التقسيمات والاسامي والتصنيفات مش مهم ده المهم انه البناء المنطقي في عوار اوكي نشوف كده فين كده اوكي يا جماعه ولا؟ اه أو انا اوكي طب ادينا كده اوكي ماشي في بقى هنا ملحوظه مهمه برضو لازم اقولها على موضوع المغالطات المنطقيه لان الناس لما بتستعمل او مثلا لما بتلاقي ملحدين بيكلموا آآ 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 مؤمنين بتلاقي ان هو بي 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 بيابيوز الموضوع قوي يعني مزودها كتير في, في موضوع استخدام المغالطات المنطقيه فلان قال كذا اه مغالطه منطقيه مغالطه كذا ومغالطه كذا ومغالطه كذا الموضوع مش كده يا جماعه مش كده هي فكرة المغالطات المنطقية أنه أنا ما أقدرش أعتمد على هذا البناء المنطقي عشان أوصل لنتيجة حقيقية عشان أوصل لنتيجة لا, لا, لا خلاف عليها لكن وارد جدا على فكرة أن يكون النتيجة صح حتى لو كان في مغالطة منطقية وارد جدا أن أنا أسأت سرد البناء المنطقي وارد عادي ان انا ان انا اسيء سرد هذا هذا البناء يعني يعني مثلا مثلا يعني ممكن اجي اقول لك Uh, ليه الاغذيه uh, ليه مثلا الخضار صحي؟ الخضروات صحيه لان uh, uh, علماء التغذيه ينصحون بالخضروات. دي مغالطه منطقيه. ليه مغالطه منطقيه؟ لان هو احتكام للسلطه. احتكمت للسلطه ان فلان قال ان ده صح فاذا هي صحيحه. حتى لو كان فلان ده هو بطل العالم في هذا الشيء. طب ما هو جايز يكون الكلام صح. يعني ها هي, دي هي البناء المنطقي بتاعها مش مش سليم في عوار في البناء المنطقي بتاعها لكن هي صح ايوه الخضروات صحيه وايوه ربما يكون احد الاسباب اللي بينصح بيها العلماء التغذيه فبلاش انك يعني كلمه مغالطه منطقيه مش معناها ان النتيجه غلط لازم نبقى يعني نبقى فاهمين جدا الحته دي مغالطة منطقية لا تعني أن النتيجة خاطئة بالضرورة ولكن تعني فقط أن البناء المنطقي به عوار قد يصل بنا إلى نتيجة صحيحة وقد يصل بنا إلى نتيجة خاطئة واضحة كده؟ يعني مثلا مثلا أنا قلت لكم يا جماعة العلمانية هي الطريق الصحيح ومش عارف إيه وبتاع، فأنت قلت لي أه أنت علماني بقى وعايز بقى تنكح أمك وأختك ومش عارف إيه وبتاع والكلام من ده. ده بناء منطقي فاسد لكن جايز اكون عايز كده فعلا <applause> جايز اكون انا فعلا عندي اجنده جايز اكون فعلا انا بقول كده علشان اضللكم عشان انا في حاجه في دماغي انا مدفوع لي علشان اعمل حاجه مثلا يعني ف مش معنى مغالطه منطقيه ان النتيجه خاطئه بالضروره واضح الكلام كل ما 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 منعنيه بكلمه مغالطه منطقيه انه لا خلينا ندور على بناء منطقي اخر لو عايز تقنع الناس كلها وعايز الناس كلها ما تختلفش معاك ويبقى الكلام على مستوى جميع الناس بجميع خلفياتهم. ولو عايز تبقى النتيجه صح بالضروره وغصب عن اي حد يبقى حاول تتجنب المغالطات المنطقيه. عشان لما بتدخل مغالطات منطقيه بتحول دف دفات الكلام في اتجاهات اخرى. اوكي؟ مش هتقدر تطلع بنتيجه 100% صح، ممكن اطلع بنتيجه نتيجه جزئيا صح. جزئيا صح زي اقول لك مثلا ليه يعني زي زي الابيل تو اثورتي والابيل تو آآ آآ تو تو كراود تو تو او يعني الاحتكام للقطيع او الاحتكام للاغلبيه اغلبيه الناس بيعملوا كده هل ده معناه بالضروره هو ده الصح لا مش بالضروره هو ده الصح لكن ممكن يطلع ان هو ده الصح ليه يعني ما هو معظم الناس بتروح للدكاتره غلط ان انا اروح للدكاتره اقول لا مش عشان كل الناس او معظم الناس بيروح للدكاتره انا اعمل زيهم واروح للدكاتره دي مغالطه منطقيه اه اوكي وبعدين طب ما هو كل الناس درست الموضوع برضه يعني يعني في كتير من الناس اكيد درس الموضوع فانا قصدي اقول تاني اللي انا قصدي اقول عليه انه مش ضروري انه الوقوع في المغالطه المنطقيه يؤدي الى نتائج خاطئه وضحت كده بس عشان يكون الكلام انا واضح يعني انا بلاقي على بس ده 43 دقيقه يا نهار ابيض ما بعرفش اختصر خالص انا كل مره اقول هختزل واختصر مفيش فايده لا حول ولا قوه الا بالله يا عظيم طب خلاص بقى كده انا نقفل لغايه كده انا غالبا مش هطلع البث ده على القناه أصلاً هي بتاعتي اوكي حسن. لا، تو فكرة المنطق إن إحنا نصلح أو نصوب الإستدلال أو المنهج العقلاني في الإستدلال. عندي شوية مقدمات عايز أوصل من هذه المقدمات إلى نتائج حقيقية ونتائج صحيحة. بعمل ده إزاي؟ بستخدم المنطق وعندي نوعين من المنطق. تمام؟ إيه بقى المغالطات المنطقية؟ المغالطات المنطقية إن يتداخل مع هذه المقدمات بعض الشوائب، بعض الاغلفه، بعض العوار يشوب البناء المنطقي بتاعي عوار ما يجعل من الانتقال من المقدمه الى النتيجه انتقالا خاطئا. يجعل من البناء المنطقي بناء معيوب. تمام؟ من ضمنها العواطف، من ضمنها الشتايم، من ضمنها المقدمه المستتره. من ضمنها انك انت تكون بتمرر لي مقدمه ملهاش نت... اثبات من ضمنها انك انت زي ما قلنا تفترض ان حاجه صح عشان فلان قال انها صح او حاجه غلط عشان فلان قال ان هي ان هي غلط من ضمنها ال... ال... الاحتكام للقوه لو ما عملتش كده هي صح عشان انا بقول لك هي صح وزي ما أنت شفتوا بقى الامثله يعني واحنا بنحاول واحنا بنفكر مع نفسنا سيبك من انك انت عمال بتحاول تعمل مناظره مع حد وانت بتفكر مع نفسك حاول تتجنب هذه المغالطات وأنت مش لازم تحفظها على فكرة، مش لازم تقعد تفتكر كل الأمثلة اللي أنا قلتها، مش لازم تحفظ كل اللي أنا حفظته، أنت بس كل ما هنالك أن أنت عليك أنك أنت تفكر أنه إزاي أوصل من مقدمات إلى نتائج وأنا محيد كل العواطف، مشاعر، قناعات دينية، قناعات لا دينية، توجهات شخصية، انتماءات سياسية، أحكام مسبقة شخصية على على حد يعني فلان الفلاني أقدر أن أنا أفصل تقييمي لما يقول عن كون ان انا بكرهه بحبه على دينه متخانق معاه في في راي مسبق عنه عندي مشكله مع مع سلوكه عندي مشكله مع انتماءاته السياسيه هو ده المقصود بالمغالطات المنطقيه. تخيل انه الجمله اللي قالها حد معين انك انت مش شايف الشخص اللي بيقول الجمله، تخيل انك شفتها مكتوبه في ورقه مرميه على الارض. أين يعني كان مين اللي قالها وإمتى وليه وتحت أنهي ظرف نفسي وبتاع قيم الفكرة ما تقيمش الشخص أحكم على الفكرة نفسها ما تحكمش على على الشخص نفسه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فعلا كتب النهاردة بقى حياتي جميعا